تعرض إليه 9 معلمات تقمن بمدينة برج باجي مختار بسكن وظيفي جماعي. هذا الاعتداء الذي تمثل حسب ما يبدو من خلال التحريات في اعتداء جنسي على إحداهن، سرقت بعض المقتنيات المتمثلة في هواتف نقالة ومبالغ مالية بسيطة، الضرب الذي تعرض له 4 معلمات ولهن جروح متفاوتة حسب تقرير الطبيبة الشرعية، إضافة إلى التهديد والرعب النفسي الذي وضعه المجرمون معتدون عليهن إثر تهديدهن بالسلاح بالأسلحة بيضاء الخمر، لكنها لا تظهر على الإنسان. حاليا ما كانش يعني حاجة ثابته، ما كنتش حاجة نأكد لكم أي حاجة نظرا لسرية التحقيق. هنهضر لكم غير العموميات، هنطمئنوا المجتمع باللي راهم هادم، إلا راهم مخوفين على بناتهم خواتاتهم هادم قبل ما يكون راهم خواتاتنا احنا وبناتنا احنا وأمهاتنا احنا، ونسعوا إن شاء الله نجيبوا لهم حقهم إن شاء الله. السلام عليكم. هذا الفيديو كان في 2021 والحكم هو اليوم في 2022. أدان مجلس قضاء أضرار 5 أشخاص ب20 سنة سجن نافذة في قضية الاعتداء على 9 أستاذات بإقامتهن، كما وجهت محكمة الجنايات ضد المتهمين المتورطين تهم تكوين جمعية أشرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.